نقرأ الدعاء كلنا الليل مستجدون بين يدي الله عز وجل. اللهم إني أسألك برحمتك التي وسعت كل شيء وبقوتك التي أمرت بها كل شيء وقضى لها كل شيء وذل لها كل شيء وبجبروتك التي غلبت بها كل شيء وبعزتك التي لا يقوم لها شيء وبعظمتك التي ملأت كل شيء وبسلطانك الذي على كل شيء وبوجهك الباقي بعد فناء كل شيء وبأسمائك التي ملأت أركان كل شيء وبعلمك الذي أحاط بكل شيء وبنور وجهك الذي أضاء له كل شيء يا نور يا قدوس يا نور يا قدوس يا أول الأولين ويا آخر اللهم اغفر لي الذنوب التي تهتك العصام اللهم اغفر لي الذنوب التي تنزل الانتقام اللهم اغفر لي الذنوب التي تغير النعم اللهم اغفر لي الذنوب التي تحبس الدعاء اللهم اغفر لي الذنوب التي تنزل البلاء اللهم اغفر لي كل ذنب أذنبته وكل خطيئة أخطأتها اللهم إني أتقرب إليك بذكرك وأستشفع بك إلى نفسك وأسألك بجودك أن تبني به من قربك وأن توزعني شكرك وأن تلهمني ذكرك اللهم إني أسألك سؤال خاضع متذللا خاشع أن تسامحني وترحمني أن تسامحني وترحمني وتجعلني باسمك راضيا قاضيا وفي جميع الأحوال متواضعا اللهم وأسألك سؤال من اشتدت فاقته وأنزل بك عند الشدائد حاجته وعظم فيما عندك رغبته اللهم عظم سلطانك وعلى أكانك وخفي مكرك وظهر أمرك وغلب قهرك وجرت قدرتك ولا يمكن الفرار من حكومتك اللهم لا أجد لذنوبي غفرا ولا لقبائحي ساترا وما لشيء من عمله القبيح من حسد مبدلا غيرا لا إله إلا أنت لا إله إلا أنت سبحانك وبحمدك بلغت نفسي وتجرأت بجهلي وسكنت إلى قديم ذكرك لي وبذلك علي اللهم إياي تذكر في هذه اللحظة الذنوب السالفة كلنا أخطأنا كلنا جهلنا كلنا أسرفنا ولكن هذه الليلة جئنا معتذرين
قوسين سفينة النجاة قد جئنا من نقول يا أبا عبد الله أركبنا هذه الليلة سفينة نجاتك. اللهم مولاي كم من قبيح سترت وكم من فادح من الملاءة قلت وكم من عثار وقيت وكم من مكروه دفعت وكم من فلاح جميل المسبح له أشرت. اللهم عظم بلائي وأفرط بي وقصرت بي أعمالي وقعدت بي أبنائي وحبسني عن نفعي بعد أمري وخدعت بالدنيا بغرورها ونفسي بدمايتها وقطعني يا سيدي فأسألك بعزتك أن لا يحجب عنك دعائي سوء عملي وفعالي ولا تفضحني بخفي ما اطلعت عليه
صارت خاشعة وعلى جوارحها سعت إلى أوطان تعبدك طارعة وأشعرت باستغفارك يا مولاي ما هكذا الظن بك ما هكذا الظن بك ولا غفلنا بفضلك عنك يا كريم يا ربي وأنت تعلم ضعفي عن قليلا من بلاء الدنيا وعقوباتها وما يجري فيها من المكاره على أهلها على أن ذلك بلاء ومكروه قليلا مكثر يسير البقاء قصيرا مدته فكيف احتمالي من لا الأفراد وجميل كل المكاره فيها وهو بلاء تطول مدته ويدوم مقامه ولا يخفف عن اهله لانه لا يكون الا عن غضبك وانتقامك وسخطك وهذا ما لا تقوم له السماوات والارض يا سيدي فكيف بي وانا عبدك الضعيف الذليل الحقا ومدته فلئن سيرتني من القربات ما ظهرت وجمعت بيني وبين اهل البلاء وفرقت بيني وبين احبائك واوليائك فهبني يا الهي فهبني يا الهي وسيدي ومولاي وربي صبرت على عذابك فكيف اصبر على عذابك وهبني يا الهي صبرت على حر نارك فكيف اصبر على النظر الى كرامك أو كيف أسكن غرف النهار ورجائي عفوك فبعزتك يا سيدي ومولاي أقسم صادقا لئن تركتني ناطقا لأرجن إليك بين أهل هذا جيد العابدين ولأصرخن إليك صراخا المستصرخين ولأبكين عليك بكاء الفاقدين ولأنادينك أين كنت يا ولي المؤمنين يا راية آمال العارفين يا غياث المستغيثين يا حبيب قلوب الصادقين ويا إله العالمين مرة أخرى نكرر هذه الفقرات الذين في قلوبهم محبة المولى عندما يصلون إلى هذه الفقرات تهيج أحزانهم وإشراقهم ماذا يقول علي يا ولي المؤمنين يا غاية آمال العارفين يا غياثا المستغيثين يا حبيبا قلوب الصادقين ويا إله العالمين أفتراك سبحانك يا إلهي وبحمدك تسمع فيها صوت عبد مسلم سجن فيها بمخالفته وذاق طعم عذابها بمعصيته وحبس بين أطباقها بجنونه وجريرته وهو
وأنت تسمع صوته وقرامك أم كيف يشتمل عليه زفيرها وأنت تعلم ضعفها أم كيف يتقلقل بين أطباقها وأنت تعلم صدقها أم كيف تسجنه زبانيتها وهو يناديك يا الله أم كيف ينجو فضلك في عتقه منها فتتركه فيها هيهات هيهات ما ذلك الظن بك ولا المعروف من فضلك ولا مشبه لما علمت به الموحدين من دونك فذو اليقين لا اقطع مولى ما حكمت به من تعظيم جاحديك وقدمت به من اخلاق معاهديك لجعلت النار كلها بردا وسلاما وما كانت لاحد فيها مقرا ولا مقاما لكنك تقدست أسماؤك أقسمت أن تملأها من الكافرين من الجنة والناس أجمعين وأن تخلد فيها الموالدين وأنت جل ثناؤك قلت مبتدئا وتقومت بالنعام متكملها أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون إلهي وسيدي فأسألك بالقدرة التي قدرتها وبالقضية التي حكمتها وحكمتها وغلبت من عليه أجريتها أن تهبني في هذه الليلة وفي هذه الساعة كل جرم أجرمته وكل ذنب أجلبته وكل قبيح أسررته وكل جهل علمته كتمته أو أعلنته أخفيته أو أظهرته وكل سيئات أمرت بإثباتها الكرام الكاتبين الذين وكلتهم بحفظ ما يكون مني وجعلتهم شهودا علي بعد روائحي وكنت أنت الوقيل علي بروائهم والشاهد لما خفي عنهم وبرحمتك أخفيته وبفضلك سترته وأن توفر حظي من كل خير أنزلته أو أحسن من فضلته أو من نشرته أو رزق بسطته أو ذنب تغفره أو خطر تستر قبل أن ننادي ربنا بالخطاب يا رب لا تنسى أنك بي في أي مقام أنت بين الحرمين ملايين القلوب تهوى إلى هذه البقعة في شرق الأرض وغربها وفقت هذه الليلة بأن تكون من الداعين في هذه البقعة المباركة ارفع يدي ارفع صوتك إلى السماء لتصل إلى العرش يا ربي سيدي ومولاي ومالك ربي يا من بيده معصيتي يا عليما بضري ومسكنتي
كلمة فرصة مرة أخرى ثلاث مرات يا ربي أسألك بحقك وقدسك وأعظم صفاتك وأسمائك أن تجعل أوقاتي من الليل والنهار بذكرك معمورا وبخدمتك موصولا وأعمالي عندك مقبولا حتى تكون أعمالي وأوعادي كلها وردا واحدا وحالي في خدمتك سرا يا سيدي يا من عليه معوني يا من إليه شكوت أحوالي يا ربي والدوام في الاتصال بخدمتك حتى أسرح إليك في ميادين السردين وأسرع إليك في البارزين وأشتاق إلى قربك في المشتاقين وأدنو منك دنو المخلصين وأخافك مخافة المؤمنين واجتمع في جوارك مع المؤمنين وصلنا إلى ختام هذا الدعاء من لم يتوجه فليشكو أمره إلى الله عز وجل المؤمن عندما يقرأ هذا الدعاء يتوقع من رب العالمين أن يوفقه ولو بجمعة ولو بمقدار جناح بعوضة فإنها علامة استجابة اللهم ومن أراد لي بالسوء فأبد ومن كاد لي فكر واجعلني من أحسن عبيدك نصيبا عندك وأقرب هم منزلة منك وأقصر هم زلفة لديك فإنه لا يدان ذلك إلا بفضلك وذبني بجودك وأعطف علي بمجدك واحفظني برحمتك واجعل لساني
سلها عز وجل هذه الليله ان يداوي قسوه قلب قسوه قلوبنا جهود اعيننا قله توفيقنا الهي يا من اسمه Yeah.
الحسين عليه السلام. أني لكم أنتم المؤمنون الكل يزور من بعيد بعض الحسين وأنت تزوره وأمامك هذه القبة السامية تتحير إلى أين تتوجه تارة تنظر إلى قبر الحسين وتارة تنظر إلى قبر أخيه بالفضل والباس قبل أن نزور بالزيارة اسمحوا لي لحظات نتذكر ما جرى في هذه البقعة على سيد الشهداء هذه الليلة قدموا دموعكم بين يدي المولى الحسين شهيد مرزوق يسمعنا يرى مقامنا يسمع سلامنا هنيئا لمن قبله الحسين هذه الليلة من هذا المكان الذي نحن أمامه الحسين مشى ولكن إلى آن الشاعر يقول يجيب على هذا السؤال فمشى لمصرعه الحسين بين الخيام وبينه متقسم ذهب إلى مصرع أخيه ولكن عينه على الخيام لأن حامل الراية قد قتل لأن حامل الراية قد قتل فمشى لمصرعه الحسين وطرفه بين الخيام وبينه متقسم نعم في هذا المكان نادى وقد ملأ البواب صيحة صم الصخور لهولها تتألم ماذا كان لسان حالها الخيب ليحمي بنات محمد إن سوف يسترحمن من لا يرحم أني أنا بالدموع الجارية أطلق صرختك الميلة وأنت بين حرم الحسين وحرم أخيرا الباس وأخيرا وصل إلى مصرايا ولكن بأي حال السهم نابت في العين مطبوخ الجبين والكفان رأى الراية في جانب القربة في جانب جلس إلى جنب قال كلمة ما قال عن أحد من الشهداء قال لا كسر ظهري فبين ذلك الظهر المكسور يا عبدنا نظر إليه نظر آيس من الحياة يقول أرباب المقاتل هنا بعد الانكسار في وجهه رجع إلى المخيم وإذا بهذه تنادي أين عمنا العباس تلك تنادي أين أخي العباس يقولون الإمام جابهم بفعله ذهب إلى خيمته نزع عمود الخيمة يعني اليوم لا عباس لكم ألا رحم الله من عباس أنتم تسمعون المصيبة تقول فكيف بأخته الحوراء زينب عندما رأت أخاها رجع وحيدا فريدا نادت وضيعتا بعدك يا أبا الفضل أمس كانوا معي واليوم قد رحل
وخلفوا في سويد كل نيرانا تعمدت أن أخذ منكم هذه الدمعة الآن سلموا على الشهيد السلام عليك يا والد آدم صفوة النار السلام عليك يا والد نوح النبي النار السلام عليك يا والد إبراهيم خليل النار السلام عليك يا والد موسى كريم النار السلام عليك يا والد عيسى روح السلام عليك يا والد محمد حبيب الله السلام عليك يا والد علي ولي الله السلام عليك يا والد فاطمة بنت رسول الله السلام عليك يا وارث الحسن صدق رسول الله السلام عليك وعلى الأرواح التي حلت بفنائك وأناخت برحلك عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر الوعد مني بزيارة بصوت واحد سلموا على الإمام وأنت تنور مآل القمة نيابة عن والدينا ووالدي والدينا ومن وجب حقه علينا ومن أوصانا بالدعاء نيابة عن جميع الذين يشاركون هذه الساعة هذا السلام وهذه الزيارة السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين جميعا ورحمة الله وبركاته بقيت فقرة أخيرة وننهي أعمال هذه الليلة بدأنا بذكر إمام زماننا نختمه بذكره يا وصي الحسن والخلف الحجاج أيها القائم والمهتدى المهدي يا ابن رسول الله يا حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك يا الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله اشفعنا عند الله يا وجيها عند الله اشفعنا عند الله خير الختام ختامه مسك دعاء الفرج اللهم كن لوليك الحجة الحسن صلواتك عليه وعلى آله وعلى الساعة ولي الساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا
الكريمة هذا شعارنا دائما وأبدا إلى ظهور وليها المهدي. لا فرج ولا سرور ولا أمان ولا عدل إلا بظهوره. اللهم إنا نرغب إليك في دولة كريمة تعز بها الإسلام وأهله وتذل بها النفاق وأهله وتجعلنا فيها من الدعاة إلى طاعتك والقادة إلى سبيلك وترزقنا بها كرامة الدنيا والآخرة بجاه محمد وعترته الطاهرة. من أراد أن يرزق المزيد أن يرزق زيارة الحسين عليه السلام في كل أسبوع فليشكر ربه على نعمة هذه الليلة لئن شكرتم لأزيدن 10 مرات. وأنتم متوجهون إلى القبلة نشكر الله على هذه النعمة. لولا إذنه لنا بالتوفيق لما وفقنا هذه الليلة. شكراً 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 شكراً. دعناك ربنا كما أمرتنا فاستجب لنا كما وعدتنا ذكرناك كما أمرتنا فاذكرنا كما وعدتنا شكرناك كما أمرتنا فزدنا كما وعدتنا. اللهم بلغ أرواح المؤمنين والمؤمنات ثواب الفاتحة مع الصلاة.